بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أحب الأعمال إلى الله تعالى. أثبتت الدراسات العلمية أن المحافظة على الصلوات على وقتها ينشط عمل الخلايا في الجسم ويرفع النظام المناعي ويمحي الأزمات القلبية وينظم عمل الهرمونات. ولذلك لأن أوقات الصلاة تتفق مع دورة النشاط في الجسم، وأكدت هذه الأبحاث أن عدم الانتظام في أداء الصلوات يمكن أن يسبب اضطرابات في نظام عمل القلب والدماغ. صراحة ما نقول له سبحان الله. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، فقال: الصلاة على وقتها. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سورة النساء آية 103. صراحة نصيحتي لكم نلتزم بأداء الصلوات ونغتنم هذه الفوائد العديدة، والله أعلم.